السلام عليكم الإخوان. اليوم إن شاء الله الدرس ديالنا غادي يكون على مخطط الضوء الواطي والعالي اللي كنا درناه في حلقة سابقة، لكن هذا المرة باستعمال جريلات ربعة الأقطاب، كل ريلي مستقلة على الأخرى. يعني أنا أعتبره هذا هو مفتاح تشغيل الضوء الواطي والعالي. إلا شغلنا في هذه الجهة تشتغل عندنا الضوء الواطي، ولا شغلنا الجهة الأخرى تشتغل عندنا الضوء العالي. المخطط ديالنا هو على هذا الشكل، تتكون من جوج المصابيح الأمامية فيهم الضوء الواطي والضوء العالي، جوج الريليات ربعة الأقطاب أو خمسة الأقطاب، بطارية ومفتاح تشغيل الضوء الواطي والعالي. يعني الكهرباء الموجبة من بطارية السيارة تجينا في هذا الاتجاه الأول عبر جوج المصهرات القطب 30-30 ديال هاد جوج الريليهات. بالنسبة لهاد الأقطاب 85-86 تاع هاد الريليهات عبارة عن ملف، يعني فاش غنطبقو واحد الجهد على أطراف هاد الملف تتنتقل لينا هاد الكهرباء من القطب 30 للقطب 87 باش تشغل لينا الضوء الواطي أو تشغل لينا الضوء العالي. باش نشغلو هاد الريلي أو هاد الريلي، عندنا هاد القطب الموجب تيجينا في هاد الاتجاه الثاني لمفتاح تشغيل الضوء الواطي والعالي للقطب 56. في حالة ضغطنا على هذا الزر يعني تتنتقل لينا من 56 ل 56 بي عبر واحد المصهر لطرف ملف هذا الريلي الاولى. هنا موجب وهنا مرتبط بالسالب، يعني تتشتغل عندنا هذا الريلي تولي عندنا كونتاكت بين 30 و 87، وبالتالي تيشتغل عندنا الضوء الواطي. في حالة شغلنا هذه الجهة يعني تتنتقل لينا الكهرباء من 56 ل 56 أ عبر مصهر لطرف ملف هذا الريلي الثانية. هنا موجب وهنا مرتبط بالسالب، يعني تولي عندنا كونتاكت بين 30 و 87 تاع هذا الريلي الثانية، وتيشتغل عندنا الضوء العالي. واحد الملاحظة كان قال لي واحد الأخ في واحد التعليق، كنا استعملنا مصهر واحد بقيمة 20 أمبير لهاد جوج ريليهات، يعني الى تحرق عندنا هذا المصهر ما بقي غيشتغل عندنا لا الضوء الواطي ولا الضوء العالي. لذلك من الاحسن استعمال جوج مصهرات باش في حالة تحرق عندنا مثلا هذا المصهر تاع الضوء الواطي تبقى عندنا الضوء العالي خدام او العكس. بالنسبه للقيمه ديال هذه المصهرات كيفاش تنختاروها، يعني مثلا نعتبروا هاد جوج المصابيح القدره ديالهم 60 واط. في حالة تشغيل الضوء الواطي مثلا عندنا 60 زائد 60 هي 120، 120 واط تنقسموها على 12 فولت تتعطينا 10 أمبير. يعني هذه هي القيمة 10 أمبير اللي اخترنا بناء على القدرة ديال المصابيح. في حالة استعمال قدرة أكبر يعني غادي يخصنا مصهر تتحمل تيار أكبر، يعني العلاقة اللي تنحسبو بها هي شدة التيار تساوي لنا القدرة على الجهد المطبق. الجهد عارفينه اللي هو 12 فولت، القدرة ديال المصابيح مثلا في حالة كان عندنا 100 واط 100 واط، يعني في هذه الحالة يولي عندنا 200 واط على 12. نشوف التوصيل تاع التجربة ديالنا. الريليات هما على هذا الشكل، نعتبروهم أربعة الأقطاب. هذا القطب اللي في الوسط ما غاديش نخدمو به، هذه كذلك نكتفيو بهاد الأقطاب الخارجية. عندنا القطب 87 تاع هذا الريلي نعتبرو هو هذا، تيمشي لينا الضوء الواطي تاع جوج المصابيح نعتبروهم هما هادو. هذا المصباح الأول عندو السالب وعندو الضوء الواطي والضوء العالي. هذا الموجب الأول، المصباح الأول مثلا الجهة اليمين، وهذا نعتبروه عندو ثلاثة الأطراف السالب الضوء الواطي والضوء العالي، نعتبروه هو هذا. سبعة وثمانين تريلي الثانية اللي هو هذا، تيمشي لينا الضوء العالي والعالي ديال المصباح اليمين والمصباح الشمال.
هذا الأول وهذا الثاني. سالب المصابيح يعني هذا وهذا مع القطب 86 والسالب البطارية، نعتبر هذا 86 وهذا 86، قلنا مع سالب المصابيح وسالب البطارية اللي هو هذا، ان القطب 85 مرتبطين لينا بهاد الاطراف القاطعة. هذه هي القاطعة، هذا الطرف الاول وهذا الطرف الثاني، هذا نعتبره مع 85 تدري ليه اللي هو هذا، وهذا مع 85 تريلي الثانية. تيبقى لينا هاد القطب 30 30، مع 56 هاد الطرف الوسط اللي في القاطعة، وفي نفس الوقت مع موجب البطارية اللي هو هذا. نبداو التشغيل. مثلا هذا الضوء الواطي، والجهة الأخرى الضوء العالي. الضوء الواطي والضوء العالي، يعني باستعمال جوج الريليهات ربعة الأقطاب، يعني هذا الريلي تتحكم لينا في الضوء الواطي وهذا الريلي تتحكم لينا في الضوء العالي. نكتفي بهذا القدر. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.